اهلا بكم، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج نهايه الاسبوع. حلقتنا اليوم تضم عددا من الملفات المهمه على الصعيد المحلي والعربي وايضا الدولي. نسلط عليهم الضوء مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ يوسف عبده مدير تحرير الاهرام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. نبدأ أول ملفاتنا باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية، ورحب رئيس كوريا الجنوبية بعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوفد المرافق لرئيس مون جي إن. أستاذ يوسف، يعني بداية واحنا بنتكلم النهاردة عن استقبال رئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس كوريا الجنوبية وهذه الزيارة وأهمية هذه الزيارة، اللي أعتقد أنها بتشكل يعني حراك حقيقي في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية ما بين مصر وكوريا الجنوبية، كيف ترى أهمية هذه الزيارة في الوقت الحالي تحديدا؟ في الشك طبعا أهم زيارة، يعني كنا منتظرينها منذ فترة، أننا غابت عننا كوريا الجنوبية منذ 16 عاما. فالرئيس الكوري يكون أنه يصل للقاهرة في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية مهم جدا، لأن احنا في أصلا يعني تعاون مشترك بيننا وبينهم في بعض الملفات. فضروري أن احنا نقدر، لابد أن يكون في تواجد في القاهرة، لأن العلاقات الحميمة بين أي طرفين أو أي بلدين لابد أن تتعانق وتجد لها مكانا وسط هذه الدول الكبيرة. فمصر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ يشكل علاقات جديدة مع كل الدول الآسيوية والأفريقية والعربية وكل الدول، في تعاون مشترك بينهم وبين مصر، لأن أهمية أن احنا لازم نفتح أفاق واستثمارات جديدة في كل المناطق وفي كل الأماكن. احنا لازم نستفاد من تجربة كوريا الجنوبية في التعليم، نقل التكنولوجيا الموجودة في كوريا الجنوبية، فدي مهمة جدا، لذلك زيارة مهمة لهذه الأسباب، لفتح أفاق جديدة، لفتح أفاق جديدة في كل شيء، في التكنولوجيا وفي احنا حاليا في تطور في كل شيء، في تقنية حديثة في على مناحي، يعني كل الملفات في مصر، سواء التحول الرقمي او النظم الجديده في تكنولوجيا الاتصالات، وكل ده مطلوب ان احنا الطلبه عندنا والتلامذه في المدارس بالتكنولوجيا بدات تصل ليهم، غير ايامنا لما كنا بنتعلم عادي. صحيح. لكن دلوقتي التكنولوجيا موجوده والتابلت كل ده موجود في مع الطلبه، مع كي جي 1 وكي جي 2 والطلبة كان هناك حديث عن فتح افاق ايضا في قضايا بيئيه، يعني استخدام الهيدروجين الاخضر، اللي كوريا متقدمه بشكل كبير جدا وتستطيع ان تفيد مصر في هذا المجال بشكل كبير، يعني لان احنا عندنا كم مؤتمر مناخ اللي جاي ان شاء الله. صحيح. في نوفمبر القادم، احنا من ساعه جلاسكو 2026 احنا جينا برضو نقلنا تجربتهم، وهنعمل ان شاء الله افضل منهم. احنا تجربتنا في الهيدروجين، وعندنا مصنع معمود في اسوان مخصوص كيما اسوان عشان خاطر موضوع الهيدروجين، فدي احنا عندنا تقدم في السيارات، برضو عندنا مصنع للسيارات النظيفه. الطاقه المتجدده موجوده في مصر، فلابد ان نستفاد من الدول المتقدمه ايضا في هذا المجال. لذلك كان اهميه الزياره ان يكون موجود النهارده رئيس كوريا الجنوبيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقد تجربتهم في موضوع الطاقه المتجدده. هل تعتقد ان هذه الزياره يعني تعطي رساله ل، خليني اقول، كثير من اللاعبين في المشهد السياسي، لان فكره وجود رئيس كوريا الجنوبيه في مصر في الوقت الراهن، ومصر ايضا لها من الثقل السياسي وفي نفس الوقت لها اعتقد علاقات قويه ايضا مع كوريا الشماليه، وده بيعكس التوازن اللي مصر بتعمله في ملف السياسه الخارجيه لها؟ طبعا الصراع الموجود بين كوريا الشماليه والجنوبيه ده، احنا برضو لما نكون موجودين بين الطرفين ممكن نعكس زي ما حضرتك بتقولي، ان احنا نعكس هذا التوازن الموجود ونقدر نعمل علاقات ونقرب المسافات بينهم وبين بعضهم، لانهم حصل قبل كده في لقاءات وحصل برضو في قمه كوريا جنوبيه وشماليه. صحيح. ولكن في بعض الاحيان بتتدخل بعض الدول الى افساد هذه العلاقات، لان لو اتحدوا كوريتين هتبقى حاجه في وسط العالم، هتبقى يعني دوله متقدمه على اعلى، وعندهم قوه تكنولوجيه قويه جدا، لذلك هي بعض الدول لا تريد ان يجتمع الكوريتين مع بعضهم، في دول مثل الصين ومثل
بعض وامريكا وروسيا وكل الدول دي صحيح. مش عايزه حد يسيطر على العالم او يكون عنده القوه المفرطه ليه، بيكون هو النهارده امريكا توازن القوى امريكا يعني عايزه تفرض سيطرتها على دول العالم. روسيا عايزه تفرض سيطرتها على دول العالم صحيح. فاحنا عندنا في دول كبيره في هذه المنطقه تريد ان تسيطر على العالم كله. ولكن النهارده احنا نعمل علاقتنا مع كوريا الجنوبيه علاقه توازن على اساس ان احنا في تحقيق المعادله الصعبه مهمه جدا، فلذلك مهمه هذه الزياره صحيح. ننتقل الان لملف اخر والقرارات الرئاسيه الاخيره لتحسين حياه ومعيشه المواطن والمنظومه التعليميه وايضا الصحيه، نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. أخبار رئاسية سارة تتلحق لخلق حياة كريمة وبناء جمهورية جديدة تليق بكل المصريين، العمل متواصل على كافة المستويات وفي كافة الاتجاهات، العمران يزين بلادنا من أقصاها إلى أدناها، مؤشرات اقتصادية جيدة تتخطى كل التوقعات في ظل جائحة عالمية ضربت الجميع، وجاءت القرارات الرئاسية الأخيرة برفع الحد الأدنى من الأجور وإصدار قرارات من شأنها تحسين المنظومة التعليمية والمعلمين تتويجا للجهود المصرية الدؤوبة لخلق حياة كريمة. فتطوير التعليم بدأ وصار في طريقه يجاهد ويطور، ومشكلاته المزمنة تحل باستثمارات ضخمة. فكانت القرارات الرئاسية بتعيين 150 ألف مدرس على مدار 5 سنوات وإعادة تأهيلهم وتدريبهم لتوفير حياة مستقرة لهم. ولا تتوقف الأخبار السارة عن بث المزيد الذي يرفع العبء عن كاهل المواطنين، فالهدف هو الحياة الكريمة. يصدر قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور لنحو 2700 جنيه بتكلفة 8 مليارات جنيه، وعلاوتين بواقع 7% و13% للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز بتكلفة نحو 18 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لنحو 31 مليار جنيه. فالدولة المصرية أصبحت من القوة أن تفعل المستحيل، وأن اقتصادها بفضل الله تعافى واستطاع أن يحقق على مدار عدة سنوات متتالية فائضا أوليا بالمليارات من الجنيهات. وفوق ذلك الوفاء بكل التزامات الدولة المصرية المعيشية من صحة وتعليم ودعم، فمصر تسير على الطريق الصحيح. قرارات هي الأهم هذا الأسبوع فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية والصحية في مصر ومحاولة تحسين هذه المنظومة. أستاذ يوسف، يعني بداية توضيح سريع لأهم تلك القرارات ومردودها على المواطن المصري. طبعا القرارات تاريخية بمعنى الكلمة. النهاردة لما يشعر الرئيس بما يشعر به المواطن من ظروف اقتصادية صعبة تمس المواطن المصري، يكون يرفع مستوى المرتبات ويرفع العلاوات ويضع يكون تحسين الدخل، لأنه هو يعني عهد على نفسه أنه لابد أن يكون المواطن عنده يعني دخل كويس ويكون مطمئن على يعني أسرته وعلى حياته اليومية. فهو النهارده لما يطلع بقرارات ان هو يرفع من الحد الادنى من 2400 ل 2700 قرارات شديده جدا يعني جامده، يعني 300 جنيه مره واحده فدي كويسه قوي. النهارده لما كنت اول شاب النهارده يتعين ياخد 2700 غير العلاوات وغير الاضافي والحوافز والحاجات دي، هتوصل مرتبه اكتر من 6-7000 جنيه. فده بدايه مبشره لاي شاب النهارده الكلام ده هيبدا من اول يوليو اللي جاي عشان الموازنه السنه الماليه الجديده. فهذه اخبار ساره، اخبار جميله، اخبار مطمئنه، لان اقتصادنا بدا يتعافى فعلا. طالما هناك في ضخ من اموال جديده للشعب المصري يبقى اذا في اقتصاد متعافي، اقتصاد رغم جائحه كورونا ورغم ما يحدث من في العالم كله، احنا ماشيين في الطريق الصحيح. ونحن بدانا فعلا النهارده لما موازنه الاجور لوحدها 400 مليار ده رقم كبير جدا، يعني ده كان الاول 400 مليار ده كان المقارنة طبعا بالنسب والارقام سابقا موازنة عامة الدولة كلها، لكن لما بند واحد اللي هو الاجور 400 مليار فرقم كبير جدا. النهارده لما يزيد المعلمين برضه النهارده يحط 30 الف مدرس كل سنة، يعني في 150 الف مدرس داخلين خلال 5 سنين، يبقى اذا برضه في التعليم اذا بدانا نصحح الوضع في التعليم. هنا بقى نقطة مهمة جدا، مردود ده على تحسين منظومة التعليم، لان التعليم اعتقد
القضية في منتهى الخطورة. احنا بنتكلم وبنعاني منذ سنوات على فكرة تحسين جودة التعليم وتقديم نوعية او كفاءة بشرية من المعلمين تقدر بشكل كبير جدا تحقق حالة من التنافسية على مستوى العالم. الى اي مدى هذه القرارات يمكن ان تحسن من حال المعلمين في مصر او تحسين المنظومة التعليمية في مصر؟ لا هو في فعلا في تحسين هيحدث لان في انفراجة في حتى يعني وجوه المعلمين نفسهم صدرت القرارات ديت وهم مبسوطين جدا. فدي هتحسن ايه بطبيعة البني ادم توفر له حياة كريمة حياة تليق به هيقدر يشتغل بمرتاحية. ففي هذه هتحصل فعلا انفراجة في التعليم وهيحصل فيه تحسين في جودة التعليم ولان كل واحد يعني يحاول يقدم افضل ما عنده صحيح. سواء من المعلمين او طلاب او اي. فهذه القرارات مهمة جدا قرارات عاشت الاقتصاد المصري هتنعش المدرسين ايضا لان في حافز ايضا اضافي على رغم الارتفاع في المرتبات وارتفاع في ايضا حافز في مليار و800 مليون للحافز الاضافي للمعلمين عشان تحسين الجوده اللي حضرتك بتقول عليه. طبعا فدي حافز مهم جدا. فدي الرئيس ملاحظ هذه الفكره لان هو هدفه تحسين التعليم وتحسين جوده التعليم ورفع كفاءه التعليم ورفع المعاناه عن المعلمين. فكل هذه الامور مدروسه ومحطوطه في المنظومه كلها متكامله ان شاء الله. التعليم والصحه ايضا هناك نظره وكان في اجتماع بالامس او اول امس مع المستشار الدكتور محمد عوض تاج الدين وكان هناك تكليفات ان يعني يكون كل مواطن ياخذ الجرعه بالكامل اولى وثانيه وثالثه اذا كان ده في التطعيم. لكن ايه ابرز النقاط المرتبطه بالملف الصحي في مصر او المنظومه الصحيه في مصر؟ احنا عندنا في مبادرات اللي هي مبادره 100 مليون صحه، عندنا مبادره بتاعت المراه وموضوع مبادره الاورام وموضوع موضوع اخر بتاع علاج المراه المعيله وفي يعني في كذا مبادره خاصه بالصحه والقوافل الطبيه اللي بتخرج وبتروح المحافظات الحدوديه والمحافظات عموما. لا في حراك صحي موجود صحيح. واضح. وخلينا نقول طبعا هذه القرارات هي في اطار كثير من المبادرات اللي موجوده، مبادرات رئاسيه زي حياه كريمه على سبيل المثال او حتى مراكب النجاه اللي اعتقد بشكل كبير جدا قدرت انها خلال الفتره الماضيه انها تنقل او تحاول انها تحد من ظاهره الهجره غير الشرعيه. يعني حياه كريمه دي مشروع صحيح. قرن ده الناس النهارده في 11 محافظه في 4500 قريه بيتم تطويرها على مدى 3 سنين بتكلفه 700 مليار جنيه. فهذه يعني مبادره قويه جدا لم تحدث من قبل. فانت النهارده المواطن في الريف هيشعر بهذه النقلة النوعية اللي وصلت لي صحيح. سواء من خدمات أو مياه وشرب صحي وهتلاقي في نقلة. نكتفي بهذا القدر من هذا الملف. هننتقل الآن إلى ملف آخر متابعة الرئيس السيسي لخطوات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم الذي سيضع مدينة سانت كاترين في مكانتها التي تستحقها كمنطقة سياحية وملتقى يجمع الديانات السماوية الثلاث. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. سانت كاترين الأرض المباركة حيث تجلى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، فهي منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم ولمكانتها الفريدة حظيت باهتمام من قبل القيادة السياسية، وتم العمل بخط متسارع لتنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين. ويهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين التي تمثل مقصد للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية لجميع سكان العالم بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار. ويشمل التجلي الأعظم إنشاء أكثر من 14 مشروعا في الجبال المحيطة بوادي طوع بمحافظة جنوب سيناء بغية تحويل المنطقة إلى ملتقى يجمع أبناء الديانات السماوية. ووضع الرئيس السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاث. مشروع التجلي الأعظم واحد من المشاريع الهامة في مصر المحروسة ليس لسانت كاترين فقط ولكن لمصر كلها. أولا قيمة هذا المشروع ومغزى الاهتمام بهذا المشروع في الوقت الراهن تحديدا. طبعا المشروع ضخم جدا، مشروع مهم جدا
للسياحة المصرية، لأن احنا محتاجين ان احنا نعمل وفود سياحية جديدة او تنويع في مصادر السياحة. فالنهاردة لما نيجي نعمل مشروع التجلي الأعظم ده في سانت كاترين في سيناء، فالنهاردة بنلقي الضوء على هذه البقعة المقدسة التي تجمع الأديان السماوية الثلاث، فدي مهمة جدا لأن ليها يعني مردود سياحي روحاني أيضا واستشفائي أيضا. هناك المشروع ده، هذا المشروع فيه 14 مشروع داخله، في لان النهارده في الرحلات السياحيه بتيجي مثلا رحلات سفاري، رحلات الاستشفاء، رحلات روحانيه لزياره الدير وزياره المساجد والكنائس وزياره الاثار الموجوده هناك، لان دي المكان التي تجلى فيها موسى، سيدنا موسى ربنا كلمه تكليما في ملتقى فكلمه على جبل سانت كاترين جبل التور. فهذه رحلة مقدسة إيمانية وروحانية لكل الديانات، الثلاث ديانات السماوية سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية. أبرز خطوات تنفيذ هذا المشروع أستاذ يوسف من أجل طبعا جعل مشروع تجلي الأعظم مكان لملتقى الأديان السماوية الثلاث، وطبعا المشروع ده بيضم برضه بعض الأشياء الأخرى التي في توسعات اللي هي موجودة حاليا، اللي هو المشروع، لذلك كان اهتمام بهذا المشروع لأنه بيضم عدة مشروعات أخرى، بيضم زي ما أنا أوضحت أن هناك في يعني سياحة للسفاري، وهذه المكان الإسلامية والروحانية مهمة جدا لزيارة الوفود اللي بتيجي من الخارج عشان خاطر تيجي تلتقي في هذه المكان، لأن ده مهم جدا وسياحة مطلوبة لمصر ونوع من تنوع المصادر في السياحة. وعلى رحلة العائلة المقدسة صحيح خرجت من هناك، فدي مهمة جدا. النهارده في احنا كمصريين لنا علاقات برحلة الرحلة المقدسة، العائلة المقدسة من اول سيناء لحد ما توصل لألمينيا هنا في وسط صعيد مصر. فهذه رحلة مهمة جدا، فلذلك كان مشروع تجلي الأعظم ضروري وفي هذه الفترة وفي هذا الوقت مهم جدا. لذلك احنا بنهتم، تم رصد 2 مليار جنيه عشان موضوع التجلي الأعظم، هذا في سياق الاهتمام بخريطة سياحية مختلفة، إعادة تشكيل خريطة سياحية لمصر بمختلف، يعني احنا شفنا الكباش في الأقصر وشفنا طبعا موكب المومياوات، وازاي أعطى رسالة للعالم كله بعودة السياحة مرة أخرى. فإلى أي مدى يمكن استثمار هذا الحدث أن يكون جزء من إعادة رسم الخريطة السياحية لمصر مرة أخرى؟ ما النهاردة لما طريق الكباش يخرج للنور، النهاردة لما يكون موضوع المومياوات برضو مشروع المتحف المصري للحضارة، ده كل ده بيتحط في الأجندة السياحية في الخارج. النهارده التجلي الاعظم ايضا يتم وضعه في الاجنده السياحيه للوافدين من الخارج طبعا. فدي سياحه بنوع من التنوع في السياحه ونوع من التنوع في مصادر الدخل في مصر، مهمه قوي هذه المشروعات، وهذه المشروعات ضروريه جدا. لذلك اهتمام كان القياده السياسيه بهذه الاماكن وتطويرها وتوسعتها لاستيعاب اكبر عدد من الزائرين وتقديم الخدمات اللازمه لهم حتى يكون هناك في منظومه متكامله في هذه الاماكن. هنكتفي بهذا القدر من هذا الملف، ننتقل الان الى الملف العربي وتطورات الاوضاع في كل من السودان وليبيا، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. مسعى أممي مكثف ومتسارع على خط أزمة السودان، فقد أطلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بريتس مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. سرعت بعض القوى السياسية في البلاد للتعبير عن رفضها للمبادرة، بينما قالت جهات أخرى إنها ما زالت تدرسها ولم تتسلمها بشكل رسمي بعد. وبالرغم من هذا التباين في مواقف الأطراف السودانية، يواصل موفد الأمم المتحدة الخاص اجتماعاته مع السياسيين والمجموعات المدنية من أجل التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة المتصاعدة في البلاد. وسط ضبابية المشهد السياسي ليبيا وتحركات غير مسبوقة لحلحلة الأزمة في تبروك، عقد البرلمان الليبي جلسة للنظر في مستقبل الحكومة وأسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي وخطوات خارطة الطريق المقبلة. ووفقا لمراقبين فإن الخيارات مفتوحة سواء بإعادة النظر في القوانين أو بتشكيل المؤسسات من جديد، وينتظر أن يحسم البرلمان قراره بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات، إذ بات مستبعدا إجراؤها في 24 من الشهر الجاري لأن أسباب التأجيل الفنية والأمنية ما زالت قائمة.
هذا وتواصل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز جولتها في المنطقة لإجراء مشاورات حول الأزمة الليبية. كان سفير الولايات المتحدة والقائم بأعمال السفير الروسي لدى ليبيا قد بحث آفاق إجراء الانتخابات بقيادة ليبية. عودة مرة أخرى والحديث عن تطور الأوضاع في المنطقة العربية وتحديدا في السودان، هل الدور الأممي سينجح في يعني تعامل مع الأزمة في السودان؟ احنا نتمنى ان هم يكون هناك تعامل وفي حلحلة لهذا المشهد الضبابي الموجود في السودان. طبعا التوترات الموجودة في السودان من الشعب السوداني والقيادة السياسية، احنا نصل الى حل، لان الموضوع في يعني تصادم بين الشعب وبين القيادة السياسية، ولابد ان يكون هناك مبعوث اممي ان يأتي لكي يضع الامور في نصابها الحقيقه الطبيعيه. النهارده الشعب السوداني كل يوم عاملين مظاهره ومليونيه كل يوم، وهناك بيحصل قتلى ومصابين. يعني اول امس كان يوم 17 يناير اللي فات ده، كان هناك مظاهره قويه جدا كبيره جدا، وحدث منها في اصابات وقتلى، 7 قتلى واكثر من 50 شرطيا من الجانب القياده السياسيه تم اصابتهم. فاذا المشهد مش في توتر. ماذا المسائل العربيه والدوليه لحل الازمه السودانيه؟ هناك مساعي طبعا. النهارده امريكا المبعوث الامريكي اليوم هيكون موجود في السودان، في اجتماع قائم هناك بين الاحزاب السياسيه وبين القياده السياسيه الموجوده. النهارده بعد حمدوك ما قدم استقالته وتم قبول هذه الاستقاله، حصل توترات في كبيره جدا، لان الشعب السوداني يريد ان تكون السلطه مدنيه بالكامل، لا عايزين، لان في فتره كان هناك تعهدات ان يكون ينتقل السلطه الى المدنيه، وعندما اقترب حمدوك من تولي المسؤوليه المدنيه حدث من مشاكل وتوترات في الشارع السوداني، فتم تأجيل هذا الموضوع الى وقت اخر. الدعم المصري طبعا للسودان الشقيق، واللي اعتقد انه لا يتوقف يعني لدعم القضيه السودانيه بكل مصر دائما مع السودان قلبا وقالبا، مع الشعب السوداني قلبا وقالبا، لان ما يهم الشعب السوداني يهم الشعب المصري، وما يهم القياده السياسيه يهم ايضا الشعب السوداني، فاحنا موجودين معهم قلبا وقالبا. ما يريدونه هم احنا معهم. احنا لا نريد ان يكون هناك انقسام بين الشعب والقياده السياسيه، نريد ان لملمت هذه الشمل وان يكون هناك توافق بين الجبهتين. لذلك مصر دايما، لان في احنا عندنا عمق استراتيجي داخل السودان، لان مصر والسودان يعني ما يهم السودان يهم مصر، ما يهم مصر يهم السودان، فنحن بلدين كبلد واحد. لذلك يهمنا ان احنا نكون معاهم، لان هم نكون في تكامل حقيقي بين مصر والسودان. صحيح، لان دول الجوار دي مهمه جدا، دول صديقه، وهناك علاقات دم بيننا وبين السودان، مش علاقه الجوار فقط، علاقه دم نسب ومصاهره وعلاقه موجودة قوية جدا بين الشعبين. صحيح. انتقال من السودان لليبيا يعني، والحديث ما بين يعني أطراف متصارعة ومصالح سياسية أيضا في المنطقة، يعني ماذا أو هل هناك حديث لإجراء انتخابات ليبية ودعم أممي لإجراء الانتخابات؟ طبعا في شك. طبعا أيضا ليبيا، المشهد في ليبيا برضو مختلف جدا، برضو هناك برضو توترات سياسية، وكان المفروض يتم عقد انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، وحدث ما حدث من توترات وقضايا ورفع قضايا ورجال انتخابات. والنهارده رئيس وزراء ليبيا حتى الفتره اللي هو كان المفروض هو يتولى فيها انتهت الفتره بتاعته، وسلم بالامس وعقد البرلمان الليبي اجتماعا عشان خاطر يحدد الخطوات القادمه بدون رئيس وزراء. لازم يكون هناك رئيس وزراء، ولازم يكون تشكل حكومه مؤقته لاداره البلاد. فهذه الفتره دي فتره عصيبه ايضا، عصيبه. لكن القوى السياسيه هنا ازاي دورها في، يعني ايه دور المنوط بيها في حل هذه الصراعات الموجوده في المشهد الليبي؟ هو دلوقتي هم بيلملموا الاتجاه يعني المشهد عموما حاليا. البرلمان هو اللي متحكم دلوقتي، البرلمان هو الذي سيشكل الحكومه، هو الذي سيسمي، لان هناك في مجلس اعلى بقياده وزير الداخليه هناك ورئيس المجلس الاعلى للسودان لليبيا،
وهناك في اجتماعات من المبعوث الأمريكي والمبعوث أيضا الأممي وفي تشاور في تشاور بينهم على أساس إن لملمة الموقف في السودان في مصر لها دور طبعا في هذا ومصر لابد أن تكون لها لابد أن تكون لها دور صحيح. لأن بحكم العلاقات بين ليبيا ومصر منذ زمن طويل علاقات من زمن طويل فلابد أن يكون لنا دور مهم جدا في هذه المنطقة ولابد أن يحدث استقرار سواء في ليبيا أو السودان صحيح. نختتم حلقتنا والصراع بين أوكرانيا وروسيا والذي امتد ليتحول إلى حرب سيبرانية حيث تتهم أوكرانيا بهجوم سيبراني روسي عليها نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. الصراعات بين روسيا وأوكرانيا تتأجج على الأرض وتمتد شرارتها إلى الفضاء السيبراني حيث أعلنت شرطة الإنترنت الأوكرانية أن الهجوم السيبراني الذي استهدف 70 موقعا حكوميا الأسبوع الماضي أسفر عن تدمير موارد معلوماتية خارجية يدويا وأنه أكثر تعقيدا مما يظهر وقد جاء ذلك بينما يتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بالوقوف وراء الواقعة ورغم التطمينات الأوكرانية السابقة بشأن الواقعة وعودة غالبية المواقع للعمل فإن النتائج الأولية تشير إلى أضرار بالغة فالهجوم قد يجعل البنية التحتية المعلوماتية للحكومة غير صالحة للاستخدام وفق تحذيرات لشركة مايكروسوفت من جانبه نفى الدب الروسي تورطه في الهجوم مؤكدا أن الأوكرانيين يلقون باللوم على موسكو في كل ما يحدث لهم لكن كييف استندت في اتهامها على أن البرامج الخبيثة التي استخدمت مشابهة لتلك التي يستخدمها قراصنة على علاقة بالمخابرات الروسية الموقف الأوكراني يأتي مدعوما بتصعيد روسي على الأرض وحشد من موسكو لأكثر من 100,000 جندي على الحدود كذلك إلى سيناريو مشابه لضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014 حين واجه الروس اتهامات بشأن هجمات إلكترونية لإعاقة الاتصالات عند انتشار الجنود ميدانيا تحركات روسيا الأخيرة واللهجة التصادية لمسؤوليها تراها كييف خطوات لزعزعة استقرار البلاد ويعتبرها مراقبون مؤشرا على غزو عسكري محتمل بينما يبقى الإصرار الروسي على أن تلك التفسيرات لا أساس لها من الصحة ونصل للصراع بين أوكرانيا وروسيا الذي تحول إلى حرب سيبرانية يعني هل اتهام أوكرانيا وروسيا بشن هجوم سيبراني عليها سيزيد من تفاقم الوضع في المشهد؟ وطبعا ما فيش شك هيكون في تفاقم للوضع لأن طالما تدخل هناك في بعض الدول تريد أن تتدخل في المنطقة مثل أمريكا عايزة تفرض سيطرتها على المنطقة يعني النهاردة أمريكا بتدعم أوكرانيا بتبعت لها مستفيدة في المناشد بتبعت لها فلوس يعني بعت لها 200 مليون جنيه دولار قصدي 200 مليون دولار عشان تساعد تجيب أسلحة وتجيب ده عشان تحارب موسكو يعني ده اللي موجود في المشهد والنهارده بيحشدوا موسكو أيضا حشدت 100,000 جندي على الحدود بين أوكرانيا وبين موسكو فهناك صراع فعلا وفي حرب سيبرانية وهناك في تعطيل للاتصالات كما علمنا من بعض الوسائل الاستخباراتية إن في مشاكل قائمة حاليا وبعدين مباشرة يعني وموسكو عايزة تفرض سيطرتها على 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 أوكرانيا وعايزة تغزو أوكرانيا وغزو كامل مش غزو جزئي غزو كامل فأوكرانيا تحسبا لهذا الموقف أيضا حشدت قوتها وأمريكا تتدخل من الخلف من الخلف تتدخل برضو بطرق سواء استخباراتية أو طرق معلوماتية وتعطل الاتصالات وتعطل كل واحد بيشتغل على بطريقته الخاصة لكن رد الفعل الروسي يعني إزالة الاتهامات الموجهة إليه من أوكرانيا روسيا بتقول احنا مش هنعمل ده يعني هي بتختلف معهم في لكن هناك في حرب كلامية بتحدث بيقول لك اي دام هناك حرب كلامية بتحدث يبقى اذا في إشارة ان ممكن يحدث حرب بالفعل على أرض الواقع فلذلك روسيا بتنفي ان يكون هناك اصلا غزو رغم ان هم اطلقوا على الغزو اسمه الكابوس رغم هذا بيقول لك ان ما فيش غزو ولكن هم في غزو حسب ما ارى انا شايف المشهد بيقول ان في غزو طيب. اوروبا هنا هل هي لاعب اساسي في المشهد مفيش شك طبعا اوروبا بتتدخل في كل حاجه
أوروبا لا تترك الموضوع لأمريكا أو لروسيا، لابد أن تتدخل برضو، لأن الغرب مهم جدا في المنطقة، جزء من جزء من المنطقة، جزء من الصراع، فلا بد أن يكون لها دور برضو في المنطقة. فعشان كده الصراع قائم وسيظل قائم إلى أن تهدأ الأمور. بسواء روسيا أن هي مفروض الرئيس بوتين يقف عن حدوده ويقول احنا لن نتدخل في الشأن الأوكرانيا، وتكون واضحة قدام الناس كلها، واضح. لكن الحرب اللي هي قائمة من خلف الستار أو من وراء الستار هذه. أشكرك أشكرك طبعا الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف عبدو مدير تحرير الأهرام. إلى هنا انتهت هذه الحلقة بنهاية الأسبوع. مع نهاية الأسبوع نلقاكم الأسبوع القادم مع ملفات جديدة، تابعونا.